اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده جايبه لكم معايا ايه، فاكريني كب كيكس سبرايز؟ لا، 2 في 1 فيهم الايه، الاميره من جوه. النهارده بقى هنعمل تجربه حلوه جدا، معانا 1 2 3 4 5، معانا الـ5 فرش بتاعتهم. هنفتح كل الكب كيكس المختلفه دول، وبعد كده هنسرح بقى شعر الاميرات كلهم اللي جوه. الله، شفتوا شكلها؟ شكله هيكون فيديو حلو هيعجبكم قوي. معانا بصوا الفرش، 3 بينك و2 اورنج. بصوا الاشكال بتاعتهم حلوه ازاي. تعالوا بقى نفتح مع بعض دلوقتي كب كيك كده اهو. الله، اهي فتحنا بقى اول واحده. بصوا شعرها بني جميل ازاي، شدناه بقى كده. الله، شفت من جوه بقى يعني قرعة. المهم هنسرح لها بقى شعرها. ايه ده، بص شعرها بيقع في الفرشة دي كده. اول واحدة سرحنا لها شعرها بيتسرع بمنتهى السهولة. ادي كده اول واحدة معانا. تعالوا بقى نشوف تاني واحدة اهو. فتحنا لها بقى ايه، بصوا لونها بقى اخضر وشعرها برضو لونه بني جميل جدا. هنشيل بقى التوكة ونزرح لها شعرها، بس لونه بني كده على اخضر شوية، مختلف عن لون البني اللي ورا. الله، شفتوا؟ هنسرح لهم بقى شعرهم كده. واو، بصوا سرحنا لها بالفرشة شعرها حلو قوي اهو. بصوا شفتوا الاختلاف في لون البني ده عن لون البني ده. ممكن بقى نقدر ان احنا نربط لها شعرها كده. بص بقى شكلهم منكوش جامد ازاي. دي كده اول 2 بقى معانا، فاضل لنا بقى 3 تانيين اهي بقى. دي كده اهي، بص بقى شعرها لونه اصفر بقى جميل جدا. هنفكه بقى كده. اهو فكناه بقى كده، فكانوا جاي مسرحين لها بقى شعرها. الله، اتسرح بقى كده خالص، بس منكوش بقى كده وشكله بقى منكوش اهو. بصوا بس سرحناه منكوش بقى كده خالص اهو. كده بص شعرها بقى قرع من تحت. منكوشة بقى كده صراحة، التوك عليها احسن، شعرها شكله ما بيتسرحش خالص. دي بقى الاميرة اللي شعرها لونه اصفر. اي بصوا، ممكن نحاول احنا نعملها ضفيرة مثلا، بس عشان يمكن شعرها يتحسن شوية عشان ينعم. بس مشكلة شعرها قصير شوية، مينفعش تعمل ضفيرة قوي. بحاول اهو بعملها ضفيرة. ممكن بعد كده جاي جايبه بقى التوكه وربطها من تحت عشان شعرها يهدى شويه. بقيت برضو شعر الكب كيكس التانيين منكوش خالص اهو. جبت بقى معايا توكه شفافه، حطيتها بقى كده. الله، وبعدين هنا بقى في اللي
البنت التانية كده فتحنا تقريبا تلات ارباع الكب كيكس، هو 1 2 3. بصوا شكلها زي الصورة بالظبط. بصراحة كلهم بعد ما فكت لهم بقى الايه شعرهم، وممكن اعمل لهم تسريحات مختلفة، ممكن اعمل لها التسريحة دي كده، انا عملت للتانية ضفيرة، ممكن اعمل لدي كده شعرها، انا شايفة انه شكله احلى وهو سايب عشان شعرها هادي شوية. اكتر واحدة شعرها حلو، وشايفة ان كده شكله جامد جدا اهو. وبعدين بص بقى دي ممكن ألملها بقى شعرها فوق احسن، هيكون شكله حلو عليها. اعمل لها دي الحصان من فوق، اهو بصوا بقى شكلها كده جامد جدا. عملت لها بقى 3 ضفاير كده مختلفة وسرحناهم، وواحدة عملنا لها تفيرة، واحدة عملنا لها دي الحصان، والتانية سيبنا لها شعرها. ونكون بقى كده عملنا لها كعكة من فوق. الله بصوا كلهم اللي عملنا لهم ديزاينز مختلفة لشعرهم، تسريحات مختلفة. اتمنى ان هم يكونوا عجبوكم. بليز قولي لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في التسريحات الفظيعة دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية باللطفول. توحشوني يا اصحابي، باي باي.